أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نواصل وإياكم بهوانا الوطن وننتقل لأولى فقراتنا بهذا الصباح، والتي سوف نتحدث عن الجولة الإعلامية التي نظمتها وزارة الإعلام في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، وطبعا بمشاركة إعلامية واسعة ضمت ما يقارب 50 إعلامي وإعلامية يعملون في أكثر من 27 مؤسسة إعلامية محلية ودولية. نظمت هذه الجولة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية للتعرف على المناطق وزيارة الأراضي التي طبعا تم استرجاعها بقرارات من المحكمة الإسرائيلية مثل منطقة عين الساكوت. تفاصيل أكثر عن هذه الجولة وأهميتها التي طبعا كان لنا أيضا مشاركة فيها، طبعا رح نتحدث عن هذا الموضوع أكثر مع مدير مكتب وزارة الإعلام في محافظة طوباس الأستاذ عبد الباسط خلف، وهو موجود معنا عبر الهاتف مباشرة. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الباسط. أهلا بكم وبالمشاهدين والمشاهدات وبشكل نعم. جميل على نعم أيضاً. نعم أهلا وسهلا فيك، سوف نتحدث عن هذا الموضوع، ولكن أيضا نرحب بالضيف الموجود معنا في الأستوديو أيضا أحد المشاركين في هذه الجولة السيد علاء أحمد. أهلا وسهلا فيك، مصور صحفي وفوتوغرافي. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. رح نتحدث أكثر عن هذه الجولة في هذا الصباح، ولكن أستاذ عبد الباسط يعني إذا نتحدث عن جولة الأمس التي شاركنا أيضا فيها في محافظة الأغوار وفي طوباس والأغوار الشمالية طبعا مليئة بالمغامرة والتحدي، خاصة في منطقة عين الساكوت التي تم استرجاعها، وأيضا كان هناك الصحف المحلية كلها تحدثت عن احتجاز عدد من الإعلاميين في منطقة الأغوار. تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع وعن أهمية هذه الجولة، تفضل. أولا تطلق وزارة الإعلام منذ نشأتها هذا البرنامج الذي يعد همزة وصل بين رأس الحقيقة الحقيقيين والمواطنين. هناك هذه الجولة كانت الجولة الرابعة في محافظة طوباس الأغوار الشمالية خلال 3 سنوات. بدأت الجولة على زيارة عين الساكوت والمنطقة كما أشرت في مقدمة الموضوع. نعم. أنها استعادة نحو 3500 درهم لأصحابها بقرار من مجسم المحكمة العدل الدولية الإسرائيلية. أهمية هذه الجولة إضافة إلى أنها تربط بين الصحفيين والمواطنين والوقوف على انتهاكات الاحتلال من جهة، وصمود المواطنين فوق أراضيهم. نحن لا نتحدث دائما فقط عن حالة تعديات الاحتلال وانتهاكاته اليومية والتي لا تتوقف، وإنما أيضا نفرد مساحة أمل ونشاهد إنجاحات وإنجازات المواطنين. بالأمس أيضا زرنا مصنعا يصدر الأعشاب الطبية إلى نعم. دول العالم، وهذا أيضا يشكل لفتة أيضا إلى أن هناك هذه البقعة التي تمتد على أكثر من 400 كيلومتر مربع، أيضا هناك قصص نجاح وإرادة الصمود من قبل رأس الأرض. نعم، أيضا يعني خلال هذه الجولة طبعا في البداية تم استقبال الإعلاميين والصحفيين في المحافظ محافظة طوباس، وتحدث المحافظ عن هذه المنطقة وعن أيضا دعمهم للمزارعين في المناطق خاصة التي تم استرجاعها، وتحدث بأن منطقة الأغوار هي منطقة صعبة ومنطقة تحدي، وليس فقط كلمة الأغوار. وأيضا يعني إذا نتحدث عن أهمية يعني تنظيم هذه الجولات بقدوم الإعلاميين لهذه المناطق والخروج من هذه الجولات بالعديد من الصور التي توثق معاناة أهالي منطقة الأغوار، يعني الآن كيف يمكن طبعا الاستفادة من هذه المواد الإعلامية التي وثقت ما يجري في منطقة عين السكوت، وخاصة ما بعد الاحتجاز والاستفزاز من قبل جنود الاحتلال لبعض الصحفيين؟ نعم، رسالة المواطنين في الأغوار هي بحاجة إلى رأس الحقيقة، بحاجة إلى الصحفيين لنقل المعاناة. نحن نتحدث عن ثقة شاسعة، ولكن مع كل أسف ليس هناك اهتمام إعلامي بالغ في شؤون المواطنين وحياتهم وتحديهم وبطولتهم. أيضا هناك اهتمام موسمي للأسف، ينحصر هذا الاهتمام أو يتجلى خلال عمليات هدم وترحيل المواطنين في الأغوار الشمالية وفي المضارب البدوية.
ولكن بما ان الرساله الاعلاميه من خلال العدد الهائل و نعم استاذ عبد الباسط نقدم صوره مغايره وان نوثق بالكلمه وبالصوت وبالصوره يعني انتهاكات الاحتلال ورأينا كيف تم احتجاز يعني اكثر من 40 صحفيا لاكثر من ساعتين تحت الشمس الحارقه وهذا يقدم يعني نموذجا لما يعيشه المواطن في في الاغوار بشكل يومي. نعم يعني ما تعرض له كما ذكرت الصحفيين هو جزء مما يتعرض له المواطنون والمزارعون. أيضا خلال وجودنا في منطقة الأغوار في هذه ومشاركتنا في هذه الجولة طبعا يعني تحدثنا إلى العديد من المواطنين والمزارعين. ابقى معنا أستاذ عبد الباسط لنتحدث إلى أحد المشاركين موجود معنا بالاستوديو علاء حماد المصور الفوتوغرافي. أهلا وسهلا فيك علاء ويسعد صباحك. يا هلا فيك علاء. كنت معنا يوم أمس في هذه الجولة وللحديث أكثر عن أهمية مشاركة أنتم كربما إعلاميين صحفيين مصورين فوتوغرافيين مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب في مثل هذه الجولات لهذه المناطق وخاصة الأغوار الشمالية. صحيح كنت أهلا وسهلا فيكم. أول أهلا شيء أهلا وسهلا. امبارح كانت جولة بدايتها رائعة حتى كمان استخرجنا منها كثير شغلات وثقنا عن مكان يعني مش كل الناس بتعرف عنه صحيح. وهي أراضي جديدة رجعوها بقرار المحكمة الإسرائيلية بس يعني كانت شغلة حلوة من وزارة الإعلام إنها عملت هذه الجولات دائما يعني انه بنحب نكون في هاي الشغلات عشان نطلع المواطنين على هذا الشيء. نعم يعني وجودك في مثل هذه المناطق اكيد يعني كمصور فوتوغرافي مصور صحفي خلينا نحكي خرجت من هذه الجوله وانت توثق معاناه المواطنين وايضا تم مقابله العديد من المزارعين والمواطنين من منطقه عين الساكوت يعني صحيح. ما خلينا نحكي الصور ما هي الصور الفوتوغرافيه التي خرجت بها وكيف يمكن الاستفاده منها؟ أول إشي وثقت المزارعين وكيف فرحهم أو حبهم بعد ما استرجعوا أراضيهم بعد كل هالسنين هذه ما يقارب 30 أو 40 سنة. ثاني شغلة كيف الشغف اللي عندهم إنهم يحكوا عن هاي الأراضي وكيف كانوا هن بزمان كانوا فيها موجودين قبل ما يجي الاحتلال ياخذها نعم يعني أهمية التواجد سواء كان التواجد الإعلامي تواجد الفلسطيني في مثل هذه المناطق والتي تم استرجاعها يعني هي تم استرجاعها بقرارات من المحكمة الإسرائيلية في لماذا لا يوجد هناك تواجد فلسطيني أكثر في تلك المنطقة بسبب تضييقات الاحتلال عليها يعني إنه شيء مختصر يعني ما في عندنا ما في بتاخذ القرار المحكمة أو أي شيء بس الاحتلال اللي هن الجيش الإسرائيلي ما في يعني نعم. ما فيش عندكم قرارات في هذا الإشي. نعم في موضوع طبعا ما تناولته وسائل الإعلام وهو احتجاز عدد من الإعلاميين اللي كانوا يتحدثوا طبعا عنا في مشاركتنا في هذا في هذه الجولة الإعلامية. أنت كأحد شهود العيان في هذه الجولة الإعلامية والتي تم طبعا يعني أو تم احتجازكم في منطقة عين الساكوت تحدثنا أكثر يعني عن سبب هذا الاحتجاز وما الذي جرى؟ أول شيء بلشت العملية هاي بمضايقات للصحفيين بشكل عام. بعدين مباشرة صار إنه يتحركشوا في البنات الموجودين معانا ويجي يصوروا فيهم بالفونات وحتى كمان يقربوا عليهم ويلزوا عليهم حتى في كثير منهم في منهم تنتين وقعوا يعني وقال إنه ضربونا أو شيء زي هيك وهو ما صرش هذا الحكي كلياته. نعم يعني هي كانت محاولات للاستفزاز بموضوع إنه تصوير الصحفيين صحيح. بما إنه يعني كانوا الصحفيين والإعلاميين بيصوروا المنطقة فكان هو كرد فعل إنه إحنا كمان بدنا نصوركم ونزلها على الفيسبوك وهي الأمور اللي بالضبط. نعم نرجع للأستاذ عبد الباسط لا تزلت معنا عبر الهاتف. نعم معكم. نعم أستاذ عبد الباسط يعني كما ذكرنا بموضوع أهمية التواجد الفلسطيني والتواجد الإعلامي في مناطق الأغوار الشمالية وأيضا خروج الإعلاميين بمادة إعلامية توثق معاناة الاحتلال يعني أهمية هذا التواجد ودعواتكم أيضا للمواطنين للتوافد لمنطقة الأغوار. أولا التواجد في الأغوار هو يجب أن لا يكون تواجدا موسميا. نحن نوجه دعوة من فضائية النجاح إلى كل الزملاء والزميلات الصحفيين لتكثيف الحضور اليومي ونقل معاناة الأغوار أهلنا في الأغوار
هم ينتظرون منا الكثير خلال لقاءات مع المواطنين والمزارعين في الأغوار. هم يعني يوجهون رسالة عتاب ومحبة إلى السلطة الرابعة، يطلبون دائما أن نكون إلى جانبهم وأن نقف في جوارهم، ليس فقط يعني كردة فعل على عمليات الهدم اليومية أو الترحيل خلال التدريبات العسكرية والإغلاقات في المناطق. هم يعني يتوقعون منا الكثير. نحن نكرر عبر هذا المنبر الهام دعوة كل الصحفيين إلى أن يكونوا دائما في الأغوار وفي قلب الأغوار. هناك الكثير من القصص، ليس فقط تعديات وانتهاكات الاحتلال، هناك قصص أمل وإرادة. المواطنون رغم كل هذا التهويد ومحاولات يعني التعدي اليومي والاقتلاع، هم صامدون ويقدمون رسالة لكل محبي الأرض والحياة والحرية أنهم صامدون هناك وصامدون هنا. نعم، نشكرك جزيل الشكر مدير مكتب وزارة الإعلام في محافظة طوباس الأستاذ عبد الباسط خلف، شكرا لوجودك وشكرا لوقتك معنا. دعيني فقط نعم. هي أن أعطي إشارة سريعة عن ساكوت لمن لا يعرفها. ساكوت هي قرية فلسطينية كانت قبل النكسة، كانت قائمة بجانب قرية صغيرة أخرى اسمها الدير. في عام 1967 تعرضت القرية الصغيرة والشهيرة بنبع الماء الذي يحمل اسمها، تعرضت إلى التدمير وتهجير الأهالي. العام الماضي استطعنا من خلال فيلم وثائقي عدته الوزارة أن نعيد السيدة وزوجها هناك في الأغوار، واستعادت كل ذكرياتها، ولأول مرة شربت من نبع الماء بعد أكثر من 4 قرون على الاقتلاع. واضح بالجانب الأردني تماما في الضفة الشرقية من المملكة الأردنية الشقيقة يعني تقابل منطقة وادي اليابس، وهذه دعوة لكل المشاهدين والمشاهدات الكرام أن يزوروا هذه المنطقة ويتعرفوا عليها عيانا، وخاصة أن هناك قرارات من محكمة العدل العليا الإسرائيلية باستعادة جزء من هذه الأراضي إلى أصحابها. نعم، شكرا جزيلا لك ولوجودك ولهذه المعلومات. شكرا جزيلا لك عبد الواسط، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك ايضا سيد علاء حماد، يعني احد المشاركين وشهود العيان على ما جرى في منطقه الاغوار الشماليه في محافظه طوباس. شكرا لك واهلا وسهلا فيك. يا هلا بيكي. اذا مشاهدينا الكرام، نحن متواصلين معكم في هذا الصباح والمزيد من الفقرات المنوعه، نتابعها بعد هذا الفاصل.